أقامت منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع جامعة صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كردستان مؤتمرا علميا أكاديميا مشتركا تحت شعار صوب ثقافة مجتمعية وسطية نابذة للعنف والإرهاب ودور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في ترسيخها. الثيمة الأساسية لهذا المؤتمر هو ما دور الجامعات في خلق فكر أو ترسيخ الفكر الوسطي والفكر الذي يتقبل الرأي الآخر، وأيضا محاربة الأفكار المتطرفة والتكفيرية والإرهابية بفكر مضاد، لأننا نعتقد أن الإرهاب وأن العنف لا يواجه فقط بالمواجهة الأمنية، ولكن أيضا يواجه بفكر مضاد وإجلاء حقيقي لصورة الإسلام والصورة الإنسانية للمجتمعات المتعايشة مثل مجتمعنا في الأصل. هنالك دور فاعل لأساتذة الجامعات لغاية أن يحققوا شيء من كبح جماح هذا الفيروس الذي بات يفتك في العالم، من خلال إيجاد ثقافة وسطية وثقافة الاعتدال، ومن خلال أيضا إيجاد مناهج خاصة بحيث يكون لأبنائنا وبناتنا الطلبة الجيل القادم له الحق أن ينعم بثقافة السلام وثقافة الاحترام والحوار المتبادل. يعني اليوم العالم بات يمتلك أدوات تكنولوجية كبيرة، علينا أيضا أن نبصر الجيل ونخلق نوع من حالة التوعية الحقيقية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.